نعم. عندما يصطف المأمومين ايش؟ عندما يصطف المأمومون للصلاة، نعم، هناك من يعني احيانا الجهة التي يعني الشمال ترجح على التي على اليمين او العكس، نعم، هل يشرع على الإمام ان يوجههم الى تعديل الكفتين؟ نعم. يعني يسألون اذا كان الصف عن يمين الإمام اكثر من عن يساره او بالعكس، فهل يشرع للإمام ان يقول للزائد تعالوا الى هنا الناقص؟ اقول نعم، لان المشروع ان يكون الامام متوسطا. والدليل على هذا انه ثبت في صحيح مسلم وغيره ان المامومين اذا كانوا ثلاثه في اول الامر يكون الامام وسطا، ثم نسخ وصاروا الثلاثه يكون الامام امامه. وجه الدلالة أنهم لا يكونون عن يمينه، يعني الاثنين عن يمينه ولا عن يساره، بل يكون هو بينهم، وأيضا هو إمام وهو مأمور بالعدل، وليس من العدل أن يكون أحد الجانبين بعيدا والآخر قريبا. وأيضا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكملوا الأيمن فالأيمن، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال أكمل الأيمن في الأيمن كما قال في الصف الأول أكمل الأول في الأول. وأيضا نظرة الناس، مثلا لو فرضنا أن واحد خلف الإمام والباقون كلهم عن اليمين وليس عن الشمال شيء، هذا المنظر ينافي أن يكون هناك إمام حقيقة، يعني متطرف. هذه المسألة.